ما بين المشاكل اللي كنعيشوا في هذا الدوار هذا هو الطريق عندنا كنعيشوا فيها بزاف، لان الطريق من الدوار للقدرون كاين واحد 4 السوايع ولا 5 اللي الطريق صعيبه بزاف. ملي كتشوفوا دابا معنا الشتاء ما كيخصناش نخرجوا، الا بغيتي تسوق كيخصك تسوق بواسطه الحمير حاشاك والبغل ولا رجل. الا كاينه كاع الشتاء ما غاديش تخرج، صعيبه بزاف. الا ما كاينه الشتاء خليك، الا كاينه الشتاء دابا حاليا ما غاديش دوز، كيخصك 15 يوم باش تخرج. الطريق كتسبب بزاف المشاكل، كيكونوا الاطفال الصغار كتبغي ديهم للطبيب ومستوصف بعيد علينا من الدوار، والمراه الا بغات تولد هي كيخص ما هي وما لونا باش دير القدرون. والمشاكل راه كتبدا من الطريق، دائما المشاكل كنعيشوا فيها في هذا الدوار هذا هي الطريق. الا غير تزلقتي راه مشيتي. كيف طرا لهذا السيد راه غير غادي مسكين طاح واحد 300 متر، يعني راه لا اله الا محمد رسول الله. السكه ديال الدوار كتعيش تماره، لان الا بغيتي تجيب ولادك كنشه ديال الدقيق كيخصك تضر عليها واحد 2 يوم ولا 3 ايام. الا شدتك الشتا دابا في السوق خصك تبات عند شي واحد، اضطر تبات عند في السوق حتى الغد، ليه ملي تكون الشمس وتنشف فيها الطريق عاد تجي، لان كيكون الجراف، كيكون الزلاق ديال الغيس، كيكون بزاف ديال المشاكل. وهنا اللي عاش بزاف كلشي عاش في تماره، المراه الراجل الدراري كلشي عايش، لانه كاين عندهم الطريق غادي يعيش، غادي يوصل للمدرسه، غادي يمشي يتداوى، غادي يمشي يخدم، غادي حيت حتى الخدمه ما كايناش. باش تمشي تخدم في امريكا مثلا ولا تمشي لمراكش كيخصك النهار، يعني متى غتوصل للخدمه فين ثاني ترجع، ولا يعني خصك تضطر باش تبات انت في مراكش 15 يوم باش تشوف ولادك. كنحسوا العزله 100%. حنا حتى حق واحد اللي كان تسالوا للدوله ما كنمارسوا منهم حتى حق واحد اللي كنطالبوا دابا هي الطريق. وما المستوصف وهذاك الشيء راه كلشي ما عندناش اي حق اللي كتشوف، حتى مدروس الصحه، الطريق، الماء. واماسين راه تنسى من 2009 حتى 2020 راه ما كاينش، كذب عليك الداب عندي تقريبا شي 5 طلبات والدراسه كل ساعه كتمشي عندي يقول لك غدا نصيفط لكم التقني، كيجي التقني كيعبر الدراسه ديالو كيمشي كيحطها في الجامعه كتنسى، ملي كتجي مكتب اخر ولا منتخب اخر كيكذب عليك حتى هو 5 سنين ديالو. المشاكل اخويا ديالنا هي الطريق، اهم حاجه هي عندنا الطريق والماء وكل شيء. المهم مكرفصين الناس هنا بزاف، خصوصا العيالات والرجال. المهم مكرفصه الناس اللي بغات تدبر على راسها خاصها ما عندهاش كيفاش دير، تتكرفص بزاف، خدمه ما كايناش، الناس ما المهم اش غنقول لك واحد الحاله لا يرتلى عليه. تكون شي مراه دابا كتبغي تولد ولا شي حاجه كتعذبوا فاش كتكون شتا بحال هكا، خصك الا تولد كاين اللي صعيبه عليه تولد بحال هكا، ما خصها شحال باش تولد. كاين واحد الدوار عندنا فيه 40 واحد الدوار اخر عندنا فيه 50 والناس كيعانيوا، الدراري الصغار بحال هكا كيمرضوا وداك الشيء كلشي كيعانيوا. كيكون عندنا شي واحد بحال هكا طاح بحال هادشي اللي عندنا دابا نيتير من ذاك النهار طاح لينا السيد من تما، وكون كان عندنا الطريق غنجموه من الموت وداك الشيء. كنعانيو بالطريق، الطريق الا كاين شتاء ما كاين منين ندوزو، ما عندناش طريق. اول حاجه، ثاني حاجه بنادم الا بغى يتسوق ولا بغى يخدم شي قند خصو يدوز. الا جات بحال هذا الخير اللي جا دروك حنا فرحانين به، ولكن خصنا منين ندوزو. بيننا وبين القدرون 13 كيلومتر 13 كيلومتر ما غادي توصلوا في 3 السوايع ولا 4، حتى 5 اللي عيان، حتى 6 اللي عيان. وحنا دابا الله يجزيكم بخير، كنشكر المسؤولين يعاونونا في هذا الطريق هذه، يدوزوا لنا الطريق. الله يجزيكم بخير. المراه الا بغات تولد خصنا منين ندوزوها. المراه كانت وحده مشات للطريق وولدت فيه 2 توام، هاد 2 توام واحد مات ليه في الطريق والاخر زاد في السبيطار. حنا الله يجزيكم بخير، كنشكركم وكنتسناكم ديروا فينا هذا الخير، تخرجونا من هذا الوعد. فاش كنا حنا ما عندناش طريق وما عندنا من ندوزو. هاد الطريق حتى اللي انت غادي نتسناو حتى نموتو حنا، انا زوايد وخلق هنا. الله يجازيكم بخير وكنشكركم، عاونونا، الله يرحم والديك. كان بغي نمشي نقضي الغرض ديالي، ولكن خصني منين ندوز. هاد الطريق الا هبط منها ما نوصلو. وليدي انا عيان، انا عيان بزاف، ما غادي نوصل حتى ل6 سوايع، بين 6 سوايع و7 سوايع. شوف نوصل ولا ما نوصل. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.